أظهرت مؤشرات سوق العمل حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 توظيف أكثر من 14 ألف بحريني وتدريب ما يزيد عن 7000، إلى جانب ارتفاع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة بلغت 6.3%. يأتي ذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادية التي تم إطلاقها بهدف تأهيل وتوظيف كوادر بحرينية وجعلهم الخيار الأول للتوظيف. دائما ما تؤكد الحكومة في مملكة البحرين أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي في عملية الإنتاج والتنمية، وتشدد على جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف وفقا لمؤهلاته وإمكانياته. وبناء على ذلك أظهرت مؤشرات سوق العمل حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 توظيف 14,163 مواطناً، أي ما يمثل 71% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20,000 بحريني وتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى عام 2024. خلق فرص عمل واعدة لا بد وأن يرافقه خطة ممنهجة يأتي تحت مظلتها الورش والبرامج التدريبية للوصول إلى كوادر مؤهلة من مقدورها مواكبة متطلبات سوق العمل، مع الإشارة للدور المهم الذي تتطلع به وزارة العمل في تنظيم معارض للتوظيف، حيث استطاعت المعارض جلب منشآت أهلية تطرح ضمن مشاركتها عدداً من الوظائف الشاغرة التي تستهدف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، إلى جانب طرح الوزارة الدورات التدريبية، لتؤكد مؤشرات سوق العمل تدريب 7,237 مواطناً، أي ما يمثل 72% من الهدف السنوي لخطة التعافي الاقتصادي، وارتفاع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة بلغت 6.13%. جميع هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة التعافي الاقتصادي وسيرها في المسار الصحيح وفق ما هو مخطط له، في ظل تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص.